مشاهدي الكرام، أهلا بكم من جديد في برنامج بصراحة. وظيفة الحلقة الأستاذة توكل كرمان. أستاذة توكل، عرفنا أن الهدف الأول من الثورة تحقق، وهو يعني اسقاط النظام، والآن نفكر ببناء الهدف الثاني، بناء الدولة المدنية الحديثة. طيب، الآن السؤال يضع نفسه، ما هي أساليب التصعيد الثوري من وجهة نظرك؟ ما الجديد الذي يمكن أن يقدمه الشباب الساحات حتى يتم الوصول إلى الحسم الثوري اللي تحدث عنه قبل الفاصل؟ لا، شوف، لا جديد لا جديد في مسألة أساليبك السلمية. يعني أنت معك نهج معين، استراتيجية معينة، هي السلم. يجب أن تكون ثورتك بدأت سلمية، يجب أن تنتهي سلمية. زي ما قلت لك من قبل، بأنه المظاهرات والاعتصامات التي يجب ألا تتوقف عند حد، عند مكان ولا في زمن، عليها أن تستمر، وبالتوازي كذلك تشكيل مؤسسات الثورة. هنا أنا أقول إنه لو استطاع، يعني طبعا المظاهرات الآن، المظاهرات التي يجب التي تمضي، هي يجب أيضا تمضي من أجل شيئين أساسيين. الشيء الأساسي الأول هو القبض على القتلة وعلى العصابة الآن التي متمركزة في مؤسسات الشعب، مؤسسات الدولة. والشيء الثاني تثبيت مؤسساتهم الانتقالية. يعني تتجه المظاهرات مثلا في محافظة من المحافظات لتثبيت محافظ، أو تثبيت مجلس الحكم أيضا هنا، تثبيت المجلس الانتقالي الذي يجب أن يعني أن يدير الدولة خلال المرحلة القادمة. فالجديد في أنه هدف المسيرات، مش في الآليات هو المظاهرات والاعتصامات. ويجب أن يبتكر الشباب أكثر في مسألة التواصل مع وسائل الإعلام، في مع كذا. ومع ذلك حتى وسائل الإعلام والله ما هي مقصرة، طالما في حدث، إذا في حدث فكل وسائل الإعلام تأتي إليه، فعليهم أن يخلقوا الحدث. والحدث الآن في اعتصاماتهم وتظاهراتهم يجب أن يكون نحو هدف معين. هدفهم نحو إسقاط شرعية البخلوع علي صالح ونظامه، أنجزوه. الآن معهم هدفين: القبض عليهم ومحاكمتهم، والشيء الثاني تثبيت مؤسسات الثورة أو مؤسسات الدولة الانتقالية. أستاذ توكل، أنت تتعاملي مع نظام مستبد، نظام ضال، نظام قاتل، نظام يعني استخدم يعني الـRPG ومضادات الطيران، نظام لا يفهم. يعني بالعلي فهم وقال فهمتكم، حسني مبارك 18 يوم وتوكل على الله، القذافي لجأ إلى الحرب الأهلية، اليمن الـRPG والسلاح لا يفهم السلمية. يعني هل نتوقع أن هذا النظام قد يجر الثورة الشعبية السلمية إلى مسار آخر؟ شوف، لأنه لا يفهمها هي الحل الوحيد. هو مش قادر يفهمها، مش عارف من فين يجي لها، إيش الطريق. هو في الحرب الأهلية قد يعرف، مع أنه الشعب اليمني أو بأس يعني وقوة قادرين على أن يحسموها إذا دخلوا في المعركة العسكرية أو الحرب. الشعب اليمني فقط، مش فقط مع الجيش، كل واحد من هؤلاء الثوار الآن اللي الآن في الساحة، لو كل واحد أخذ سلاحه الشخصي قادر على أن يكسر شوكة علي عبد الله صالح ونظامه، على شوكة هذه العصابة. لكن قد يطول الوقت، قد في عنده احتمالات، في عنده أمل إنه ربما ينتصر، وبالتالي شرعية التي أفقدت ربما يحصل عليها من جديد كشرعية القوي المنتصر، وهذا هو واهم طبعا. لكن الكلمة اللي قلتها بأنه ما يفهمهاش، مش فاهم إيش يعني سلم، فهو لأنه مش فاهمها استطاعت له، ولأنه مش فاهمها علينا أن نستمر فيها ولا نستبدل أي شيء آخر، أي خيار آخر. هو يكون في مسألة خيار يعني دفاع عن النفس، هو خيار يعني مطروح، ما فيش مشكلة. لكن أنه تحول حقيقة، أنه الجيش المنضم للثورة، القبائل المناصرة للثورة حقيقة يعني أظهرت التزام كبير بنهج الثورة السلمي، وكلهم حتى الآن ما يعني ماشيين خلف هذا النهج، خلف هذه الاستراتيجية. ولن يجرهم علي عبد الله صالح ونظامه المخلوع إلى حرب أهلية أو عسكرية. طيب، ألا ترى الآن بعد عودة صالح من الرياض بهذه الهزيمة النفسية شكلا ومضمونا وصحة، أصبح غير قادر حتى أن يحكم يمكن قرية أو حتى القصر من خلال الخطاب الأخير، وجاء بغصن الزيتون وحمامة السلام، ألا ترى أن هذا الآن قد تغير علي عبد الله صالح عما كان عليه، وأنه يمكن أن يفاجئنا بأن يرحل عن السلطة وعن هذه الزمرة الباقية عنده ويعلن السلام ويتوكل على الله؟ يا أخي، المخلوع لم يستطع يدير البلد وهو في يعني أبهى وأقوى مراحل يعني صحته.
لم يستطع أن يحكم البلد وهو حوله ملتفين اللي هو القوى العسكرية والقبلية، لم يستطع حقيقة، فما بالك وهو بهذا وهو بهذه الطريقة، فما بالك وهو عاد إلى 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 اليمن كلص، عاد متخفي، عاد فهو لم يعد كحاكم يعني يحترمه شعبه ويقدره شعبه. هذا لا يمكن، هذا يعني هذا الشخص اللي هو فقد شرعيته ومشروعيته بالثورة الشبابية الشعبية، وفقد كذلك هيبته يعني كرئيس دولة سابق يفترض، لكن هو رئيس مخلوع. هذا الرجل مش مطلوب منه حاجة، مش مطلوب لا يوقع ولا مطلوب منه يعلن تنحي ولا، وأنا أتعجب من اللي يعلن. يعلن إيش؟ يعلن إيش؟ إذا كان، إذا عدنا حتى إلى الدستور شرعية، إذا عدنا إلى الدستور، أنا أقول لك الثورات لا تعرف لا دساتير ولا قوانين، الثورات معاها دستورها وقانونها الخاص التي هي تفرض، اسمها الشرعية الثورية. حاجة اسمها الشرعية الثورية، ما الذي يعني يعني في معك دستور أنت 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 تطرحه، في معك قوانين أنت تطرحها، لكن كله حسب نوع طبيعة الثوار، يعني قضية الثوار، قضية قضيتنا الأخلاقية وعدالة قضيتنا تحب متهم علينا أن الدستور الذي سنضعه قوانيننا هي قوانين العدل والمساواة والحقوق المتساوية والمواطنة المتساوية والشراكة السياسية وإلى آخره. فحتى أقول لك حتى في ظل الشرعية الدستورية علي عبد الله صالح انتهى، نظام انتهى، فهم الآن خارج الشرعية الدستورية، خارج كل شيء، ومع ذلك إنه، وبالتالي ما أنا أتعجب من اللي يعني من اللي يطالبون بالتنحي. تنحي عن إيش؟ بإيش من صفة؟ ما هي الصفة التي بإنه إذا تكلم بإنه رئيس خارج إطار الشرعية الدستورية التي يدعي بها، التي يدعيها، فمالك بشرعيتنا الثورية التي تهي لا تعترف به ولا بنظامه. وبالتالي أنا حتى لو تنحى، حتى لو بالأخير، إذا المطلوب الآن أن الثوار يغيروا من شعاراتهم. يا أخي المطلوب من الثوار الآن يجيبوا بدل علي عبد الله صالح، منع بدل علي عبد الله صالح، هذا المطلوب من القوى السياسية. أنت تفكر بهذا الشيء، وقوف المجتمع الدولي يعني بجزء كبير ضد ثورتنا هو لأنهم مش عارفين من بعد علي عبد الله صالح، فمن بعد المخلوع؟ معقول أن الثورة مش ممالكة مشروعها؟ معقول هذا الكلام؟ طبعا الثوار معهم المشروع، معهم كان في مبادرة سابقة بالمجلس الرئاسي الانتقالي، وطرح المجلس الرئاسي هذا إنه ضيفوا له، بدلوا، عدلوا، بالأخير يكون معاكم مشروع من بعد علي عبد الله صالح. بس للأسف إنه حتى الآن إنه من بعد علي عبد الله صالح عند القوى السياسية، بعض القوى السياسية الآن وليس الجميع، لأن الآن الحمد لله بدأ الخيار الحسم الثوري يعني يصبح خيار استراتيجي موحد الجميع. بالضبط، وأنا متأكد إنه أيام، بس هي مسألة إن شاء الله أيام، ويعني يعلن من يجب أن يستلم السلطة على 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 على, 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 على على المستوى المركزي، لكن على مستوى المحافظات يجب أن على شباب الثورة الآن مع القوى السياسية الآن ما يصلحش، مش صح إنه محافظتك ساقطة وبيد الثوار، وحتى الآن أنت معينش محافظ بدل محافظ. طيب ما تعينش، خلي المحافظ، خاطب المحافظ باسم الثورة بإنه اعلن التزامك بالثورة الشبابية، بأهداف الثورة الشبابية الشعبية، واعلن إنه يبقى مكانه، يبقوا كلهم، ما تستهدف شيء، لكن شرعيتك، شرعية الثورة يجب أن هي الأساس. سؤال توكل، هل في مجال الآن بعد هذا، بعد المجازر الوحشية التي ارتكبها علي عبد الله صالح وبقايا نظامه، هل في ما زال في مجال الحوار والتفاوض؟ الثورات لا تحاور ولا تفاوض المستبدين، الثورات تسقط نظام وتأتي بنظام آخر. من اللي يقدم المبادرات؟ هو النظام، هو من طرف واحد دائما، الأنظمة اللي يثار عليها هي التي تقدم المبادرة ومن طرف واحد، والثوار يرفضوها في سبيل اكتمال أهداف ثورتهم. فمن يقدم المبادرات هو النظام المخلوع، هو عندك مثلا في مصر قدموا انه ساعة أقالوا الرئيس الحكومة، ساعة عينوا نائب الرئيس في 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 سبيل انه يعني إرضاء الثوار. نفس الموضوع بالنسبة لتونس. فالمبادرات من طرف واحد، احنا هنا في صنعاء في اليمن، نظام المخلوع لم يقدموا له مبادرة، تقدم له المبادرات، فشيء عكس. هو قال دعوة الانتخابات مبكرة وتشريعية ومحلية كلام مكرر، قالوا 100 مرة قبل الثورة، ورفض الناس قبل الثورة 1,000,000 مرة، هذا كلام مكرر. فلا حوار لا تفاوض،
مع النظام المخلوع، هذا منطق الثورات. وأين المبادئ الخليجية؟ لكن الحوار يجب أن يكون مع وبين قوى الثورة، كل من ضمن الثورة يجب أن يكون هناك حوار، حوار حول كيف الآن تدار الثورة وتنجز يعني آخر مراحلها، وكيف يعني تشكل مؤسسات الدولة الانتقالية، وكيف أيضا نبدأ يعني بتهيئة أرضية مناسبة، حوار وطني شامل حول مختلف القضايا وعلى رأسها القضية الجنوبية. طيب أستاذ تبكو، يعني من بقي الآن مع النظام؟ على من يراهن الآن؟ يعني إذا كان الآن انضم إلى الثورة الجيش والعلماء والقبائل والمثقفين والنساء والرجال، كل فئات الشعب الآن في ساحات الحرية والتغيير، من بقي مع النظام؟ هل فقط معتمد على الآلية العسكرية كخيار أخير، أم ما زال يعتمد على بعض القوى التي يعني ما زالت تعطيه الأمل للبقاء في الحكم مدة أطول؟ عموما النظام المخلوع لم يبقى معه سوى البلاطجة، سواء في الداخل أو الخارج. هذا النظام المخلوع هو معتمد أو يعني فرحان بالقوة والآليات القمع التي يمتلكها، والتي للأسف الشديد يزود بها يوما بعد آخر من قبل بعض دول الجوار ومن قبل بعض الأصدقاء يعني في المجتمع الدولي. هذا هو خياره، وأنا أقول لك هو واهم، هو يشعر بأنه هذول البلاطجة أو بقايا البلاطجة هم من سيستطيع أنه يحسم بهم معركته، وهو يتوهم أنه بالقوة يستطيع أنه سيكسر إرادة الشعب اليمني. هذه الثورة يمتلكها كل حر في هذا البلد، كل حر هي ملك شخصي له. هذه الثورة في ثورة 26 سبتمبر ثارت النخبة لأجل الشعب، في هذه الثورة ثار الشعب لأجل الشعب، ولا أحد يستطيع أن يقف أمام الشعب. هذه الثورة أول شعار لها كانت تقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، القدر استجاب لهذه الثورة، ولا المخلوع ولا 60,000 واحد مثله قادرين على كسر إرادة هذا الشيء. يعني مهما استخدم القوة، مهما استخدم القوة، وزد على ذلك مش فقط نظام المخلوع، أي أحد بعد المخلوع، أي أحد بعد، حتى في ظل المنظومة الديمقراطية التي يعني ستنتجها الثورة، لا أحد بعد المخلوع سيقف أمام هذا الشعب. شعب عرف طريقه، طالما الشعب عرف طريقه وعرف أن الشارع هو الحل، تعلم أنه لا أحد ممكن أن يكسر إرادته، فهو من يقرر وهو من يحدد كل آلياته وأولوياته ومتطلباته وكل شيء. خلاص عرف الشعب طريقة، سيتنحى كل من يفكر فقط التآمر على ثورة هذا الشعب وعلى آماله وطموحاته وتطلعاته. وبالتالي المشكلة مش في نظام المخلوع، المشكلة في ما بعد نظام المخلوع. حتى في ما بعد نظام المخلوع فالشعب عرف طريقة، هذه الحقيقة. طيب ألا ترى أن الشعب يدفع